في البلدة القديمة بمدينة الخليل اعتاد الفلسطينيون أن يتجولوا في أزقتها خلال شهر رمضان المبارك، كونها ذات طابع مختلف بحضارتها وبنيانها ورائحتها العتيقة. تكثر زيارات البلدة القديمة في شهر رمضان وصولاً إلى الصلاة في الحرم الإبراهيمي المحاصر من قبل الاحتلال، إلا أن الفلسطينيين لا يكترثون بكل هذه المنغصات، فتراهم يتسوقون ويصطحبون أبناءهم ويعيشون أجواء الشهر الفضيل. أجواء رمضان بصير في حركة، بصير أجواء على البلدة القديمة، وطبعاً أنت بتعرف الأيام العادية فيش ناس، وفي رمضان بشجع الواحد أنه ينزل على البلدة القديمة عشان أسعار مناسبة للجميع والوضع مناسب. وأنا بتمنى مش بس في رمضان، في الأيام العادية برضو يصير في قبول كويس على البلدة القديمة. الحمد لله الناس كلها بتنزل بتتسوق من كل محلات البلدة القديمة، وبترتاد كل زقاق في البلدة القديمة، ويعني والجوامع والمساجد والحرم الإبراهيمي أجواء ورونق التسوق من البلدة القديمة يختلف عن كل فصول السنة وكل أيام السنة كمان. من الملاحظ أن الأسعار في سوق الخليل القديم تبدو رخيصة مقارنة مع الأسعار في المدن الفلسطينية بشكل عام، مما دفع المواطنين إلى اللجوء للمحال التجارية هنا التي وفرت جميع الأصناف والمستلزمات. بالأيام العادية ما بكونش في حركة يعني أو رجل على المنطقة، ولكن بشهر رمضان زي ما إحنا ملاحظين بيكون معظم المحلات بتفتح، وبتلاقي الناس اللي ساكنين بالمناطق مثلا اللي نادراً ما يجي هون، بتكون في رجال وبيجوا بزور المحلات أو المناطق الموجودة هون. الناس بتكون أكثر دائماً في البلدة، واهتمامها بكون مصبوب نحو الحرم والبلدة أكثر في رمضان، وبكون الوضع دائما لطيف لانه بكون في مختلف الاشياء فيها، يعني بتزيد الاشياء فيها من زي ما انت شايف مخللات كعك كل شيء بصير فيها. ويأمل تجار مدينة الخليل ان تزدهر تجارتهم خلال الشهر الفضيل على الرغم من اجراءات سلطات الاحتلال التي تفرض حصارا على البلدة القديمة واسواقها. تعيش مدينة الخليل اجواء شهر رمضان المبارك، ففي البلدة القديمة يتجول المواطنون الفلسطينيون لشراء مستلزماتهم وبأسعار أقل، دعما وحبا بالبلدة العتيقة. رائد الشريف الغد، الخليل، فلسطين.